السلام عليكم، ازيكم يا بنات؟ يا رب تكونوا بألف خير وفي احسن حال. بعد ما نزلت فيديو الولادة والفيديوهات اللي بعد كده بتاعت البيبي، كذا حد سألني على المشكلة اللي بتيجي للأمهات بعد الولادة، وهي الإمساك والالتهابات والناس اللي حست ان هي جالها بواسير خلاص والكلام ده كله. ده انا شخصيا اتعرضت لموضوع زي ده، فيلا بينا نبتدي الفيديو لان الفيديو ده مهم جدا للناس كتير. يلا بينا. اللي بيحصل ده مش بيحصل مع كل الناس، يعني ممكن ناس يعدي الموضوع معاها عادي جدا وناس تانية لا. بعد الولادة حركة الامعاء، طبعا انت ولادة بطنك منتفخة واخدة حجم غير حجمها، بعد كده الدنيا لما بتبتدي تلم بتحس ان في امساك، بتقعدي بالخمس ايام مفيش حمام، فالموضوع بيبقى صعب جدا جدا لما بتيجي تعملي حمام. المشكلة مش في الامساك، المشكلة ما بعد الامساك. يعني لا حياء في العلم، خلينا نتكلم بصراحة. في ناس بتحس ان هي من كتر الامساك ومن كتر ما تعبت بعد ما عملت تويلت جالها بواسير، او زي ما بيقولوا اللي بيقولوا عليه النسور، او حاجات كتيرة جدا جدا شبيهة للموضوع ده، والتهابات جامدة وتشققات جامدة في المنطقة دي. بجد 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 انا ما ريحنيش غير ده. ده اسمه دوكسبريكت، ده هو مكتوب انه على علاج البواسير. هو مش علاج البواسير بس، هو العلاج حاجات كتيرة جدا. هفتحه علشان اوريه لكم. في منه المرهم وفي منه الكريم. لا انت هتجيبي الكريم اللي هو 30 جرام، المرهم سوري اللي هو 30 جرام، وده اسمه هو عشان اللي حابب ياخد سكرين شوت. وهو كريم جل، مرهم جل عادي جدا، يعني هتستعمليه على المكان اللي عندك فيه تشقق بعد الامساك. بمعنى اصح انت لو عندك امساك والدنيا فكت معاكي، الالتهابات اللي بتجيلك بعد كده او بتحسي مثلا لا في بواسير، ما تروحيش لدكتور ولا حاجه، نصيحه لوجه الله يعني استعمليه. لو الالتهابات عندك خارجية هتستعمليه من برة بس. لو الموضوع متطور معاكي وحاسة ان كمان في التهابات جوه، هو بيبقى جاي معاك الجزء ده، هفكه لكم دلوقتي. ده الكفر بتاعه ملناش دعوة بيه. ده الجزء ده بيتربط في الانبوبة، هوريه لكم. هتشيلي الغطاء بتاع الانبوبة تمام، وهتركبي دي فيه، بتتربط عادي جدا. لو زي ما قلت، لو الالتهابات اللي عندك بعد الامساك او اثناء الامساك خارجية، ومتهيألي الكلام يعني مفهوم مش محتاج توضيح، هتستعملي الكريم عادي جدا جدا، وبعد كده يعني تشطفي مية دافية وبعد كده تستعملي المرهم عادي. لو الموضوع عندك داخلي هتستعملي ده، ده اسمه مبسم تقريبا او حاجة زي كده، بتربطيه بدل الغطاء بتاع الانبوبة وبتضغطي على الانبوبة. انتوا شايفين في فتحات اهي، كل ما بمجرد ما تضغطي على الانبوبه الفتحات دي بتطلع داخليا، بتملالك الدنيا جوه. بمجرد ما بتعملي حمام مره واحده بعد كده ما بتحسيش باي حاجه. ولو حاسه ان عندك بواسير بتروح، حاسه ان عندك مثلا اللي بيقولوا عليه النسور بتاع بعد الولاده ده هتروح. صدقوني والله العظيم انا بستعمله شخصيا عندي اهو، يعني مش كلام وخلاص، لا بجد ممتاز جدا جدا جدا. فعلشان الناس اللي سألت على موضوع الامساك ما بعد الولادة والالتهابات اللي بتيجي بعده، ده الحل النهائي عن تجربة شخصية. لو محتاجين اي حاجة تانية سيبولي كومنت تحت الفيديو. سلام عليكم.